وحول هذا الموضوع معنا أو يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد محمد العريبي القائم بأعمال الوكيل المساعد للزراعة بوزارة شؤون البلديات والزراعة. أهلا بك في نشرة أخبار الثالثة. وما مدى نجاح فعالية سوق المزارعين هذا العام حسب أهداف الوزارة، وكيف تصف الإقبال أو إقبال المتسوقين على المنتجات المقدمة؟ مساء الخير. بداية أحب أن أؤكد أن سوق المزارعين اليوم أصبح من أهم الأسواق المحلية الذي يلقى إقبالا كبيرا، سواء من قبل المشاركين فيه من أصحاب المزارع أو من قبل الجمهور، سواء كان من الجمهور البحريني أو حتى الخليجي نفسه. وما يؤكد ذلك حسب مؤشرات الوزارة هو نسبة الحضور الكبير الذي تجاوز هذا العام حتى الآن أكثر من 100,000 زائر، ونحن في منتصف الموسم. والمطالبات التي تردنا سواء من قبل المشاركين أو الزوار بتمديد فترة السوق أكثر مما هو عليه حاليا، حيث بلغ اليوم عدد الزوار لهذا الأسبوع أكثر من 19,800 زائر. نعم أستاذ محمد، هل استطاع سوق المزارعين أن يشكل سوقا ترويجيا للمنتج البحريني؟ نعم أختي، بالإضافة إلى الأسواق المحلية الأخرى، فإن سوق المزارعين يعتبر منصة مهمة جدا في عملية التسويق للمنتج البحريني، والذي بات منافسا للمنتج العالمي من حيث الجودة والسعر أيضا. وانطلاقا من سوق المزارعين البحريني أتى ليحقق هذه الأهداف المتمثلة في تشجيع المزارعين وإيجاد أسواق ترويجية لهم، إضافة إلى دعم المزارعين من خلال هذه المنصة المهمة التي تستقطب الزوار وتعرف الناس بالمنتج البحريني وجودته، إضافة إلى المنافسة من حيث السعر. نعم السيد محمد العريبي القائم بأعمال الوكيل المساعد للزراعة بوزارة شؤون البلديات والزراعة، شكرا جزيلا لك.